نساء بأفكار وآراء وجلسة يحلو فيها اللقاء. جلسة ونساء الآن. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مساء الخير مشاهداتنا الكرام، مرحبا بكم في موسم ثاني من برنامجكم جلسة ونساء، البرنامج النسائي اللي دائما يهتم بمواضيع وضيوفهم. كي سيدتي أنت المرأة بالدرجة الأولى وكذلك سيدي أنت الرجل. أكيد موسم ثاني، موسم أول ناجح 100%، شاركنا فيه العديد من السيدات ناجحات كل واحدة في المجال تاعها، وهذه الخطرة راح نشوفوا ونتعرفوا على سيدات أخريات راح يشاركوني في تنشيط هذا البرنامج. لكن هذا ما يخليش أنه زميلتي اللي رافقتني طيلة الموسم صانعة المحتوى السيدة المعلمة اللي شفتوها حبيتوها وحبيتوا أفكارها وحبيتوا كيفاش كانت تتعالج معاكم وتعطيكم حلول لكل المواضيع، سارة رجيل زميلتي للموسم الأول، رحب بها. اهلا وسهلا ساره بيك. ثاني سيده راح تكون معي وراح تقاسمني في تنشيط هذا البرنامج، هذا ثاني موسم اعلاميه، وانا نفرح لما تكون اعلاميه تقاسمني التنشيط الاعلاميه، كذلك المحبوبه عندكم جزائريه لكن مقيمه بالخارج، وهذا ما خلاهاش انها تعطيكم افكارها وتعطيكم تجربتها في المجال وحتى في معالجه المواضيع الاعلاميه. هناء غزار، مساء النور، مرحبا. تديريش برك بلاستيك. يلا اخر وحده راح تكون معايا دائما طيله تنشيط هذا الموسم ودائما في الكرسي اللي قاعده قدامي راح تشوفوها معايا طيله هذا الموسم، جارتي في الكرسي والفنانه كذلك اللي حبيتوها، الفنانه انا نقول اللي الفنانه اللي شرفتنا في العديد من المحافل الدوليه، لقبت ببنت العرب، الفنانه والمحبوبه اللي حبيتوها طيله شهر رمضان راح تكون معايا هذا الموسم في جلسه ونسى سهيلة بالأشهر. نسيت باش نقول لهم المشاغبة. لا عاقلة. يلا مشاهدينا الكرام، خلونا نفتتح معاكم موسم آخر، موسم جديد مليء بالمفاجآت، مليء بالمواضيع ومليء كذلك بالضيوف اللي في كل مرة راح تشوفوهم معنا ويشرفونا، لكن كل هذا بعد الفاصل. يلا مشاهدينا الكرام عودنا ولينا لكم، خلوني نرحب بجميلات جدد اللي انضموا الى البرنامج، وخلوني نرحب نبدا بزميلتي اللي رافقتني طيله الموسم الاول، ساره مرحبا بك. ما لا يسلمك، ترحب بك الجنه كما تقولي انتيا. يعطيك الصحه، مرحبا بكم البنات معنا، مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا ملاح، تكونوا بخير، مهنيين، حققتوا شويه من احلامكم من العام اللي فات لهنايا، ان شاء الله هذا العام نقدموا لكم موسم يكون حافل بالمواضيع اللي تهمكم. شكرا مرة أخرى لقناة الشروق اللي أعطتني لي الفرصة، ولكل وحدة راهي فينا باش تكون معاكم وتقدم أجمل صورة على المرأة الجزائرية إن شاء الله. وأعطي الكلمة لهذه العروسة الجديدة اللي راهي معانا. يلا سهيلة مرحبا بك حبيبتي، حتى وأنا نقول أنك خلاص أصبحتي بنت الشروق. أكيد. كنتي بنت الشروق وزدتي أصبحتي بالبرنامج الرمضاني. أنا راح نولي أنا أم يعني الأولاد الأجيال إن شاء الله الجاية اللي راح تلتحق بقناة الشروق. أول حاجة سعيدة بزاف أنه في عمل جمعني مع جميلات قناة الشروق حبيبتي، وفرحانة بزاف أني راح نكون في برنامج ممكن مختلف عن البرامج اللي كنت نقدمها من قبل، يعني برنامج يحكي عن بزاف أمور
اجتماعية بوكو بلوس، فان شاء الله نقدر انا نستفاد وانتم تستفادوا، ونقول لكم توحشتكم بزاف من رمضان، ومانيش راح نغيب عليكم طيلة هذا السنة ان شاء الله الى رمضان الجاي ان شاء الله. وش راح نقول لكم غير مرحبا بكم ومرحبا بيا معكم، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. حبيبتي ان شاء الله يا رب. نرحب بهنا. هنا احنا جد سعاده انك انضميتي ليا البرنامج جلسه ونسى، وان شاء الله اكيد كما كنت سبق وقلت انه المشاهدين الكرام يستفادوا من خبرتك. الف شكر. نشكرك ونشكر البنات، وانا متشرفه بمعرفتكم ومتشوقه ان شاء الله انه نسجلوا موسم مع بعض. حبيت نوجه تحية للجمهور الكريم، وهذا شرف لي أنه نطلع عليكم من منبر قناة الشروق، قناة عائلية محترمة تقدم محتوى هادف وراقي نظيف، وهذا هو المطلوب. فأكيد إن شاء الله نطلعوا عليكم في الخير وفي الربح، وإن شاء الله وجوهنا تربح عليكم يا رب، كل ما نطلعوا عليكم ونلقوا الإعجاب إن شاء الله، نالوا إعجابكم يا رب. أكيد إن شاء الله. أكيد تعود علينا المشاهد الكريم أنه دائما نقدم مواضيع تهم المرأة، وأكيد هذا الموسم ما راح يخلى من هذه المواضيع، وما راح ما يكونش فيها أهل الاختصاص للتحدث وإيجاد الحلول لهذه المواضيع، لكن تغيروا ربما أو أضفنا إلى هذا الموسم فقرتين راح نتعرفوا عليهم فيما بعد، أو ثلاث فقرات راح نتعرفهم عليهم في أكيد الحلقة، مش حنقولهم لكم دوكا، راح نقعدوا لكم سيربريز كأول الحلقة. أما الموضوع الرئيسي لنا اليوم أكيد رح يهم المرأة الجزائرية أو المرأة العربية، واللي هو الاستقلال المادي. الاستقلال المادي موضوع مهم ومهم جدا، خاصة في الوقت اللي رانا فيه. تشاطرين الرأي سهيلة بما أنك أنت؟ أكيد، يعني الواحد كيكون مستقر ماديا يقدر كما يقولوا يعيش حياته آلاز. هاي كلمة الاستقرار يعني تقدر توصف كل الأمور اللي لتوحي بأنه هذا الإنسان خلاص مرتاح ومتهني. فالاستقرار المادي شيء مهم للكل، المرأة للرجل، الواحد يكون صغير الكبير، فلهذا تلقاي الناس بكل يخدموا على أنهم يكونوا مستقرين ماديا أو أثرياء. لإثراء هذا الموضوع أكيد يكونوا معنا أهل الاختصاص، وكذلك الناس يكونوا عندهم هذا الموضوع أو يهمهم هذا الموضوع. خلونا نستقبلوا الأخصائية النفسانية أسماء حوا وإيناس نيلي مع بعض. مرحبا بكم ونورتونا كأول ضيوف لأول حلقة. مساء النور. الله يسلمك، شكرا على الاستضافه. لاباس الحمد لله. حبيبتي مشاكي ايناس؟ صافا تخيب الحمد لله. الحمد لله، احنا متشرفين بكم، واكيد هذا الموسم الثاني ان شاء الله يكون فال خير علينا وعليكم وعلى كل المشاهدين. كما كنتوا تسمعوا فيا، موضوعنا اليوم هو الاستقلال المادي. الاستقلال المادي هذا الموضوع المهم جدا اكيد. خلوني نبدا بالاخصائيه النفسيه. حبيت نسقسيك، متى نقدروا نقولوا عن الاستقلال المادي انه تسلط أم اكتفاء؟ وقتاش نقولوا أنه الاستقلال هو تسلط أم اكتفاء؟ خلاص أنا مكتفية. أوكي، أول نقطة اللي حابة نوضحها، لازم الناس تفرق ما بين الاستقلال المادي والحرية المادية. الاستقلال المادي نقدر نقوله على حسب العقلية تاع المرأة، كيفاش هي رايحة تستعمله. أسكو عندها غرض سلبي ولا حافز سلبي هو اللي يخليها، معناتها عندها مشاكل مع الأب تاعها، ما يعطيهاش دراهم، ما يصرفش عليها، ولا الزوج تاعها، هذوك الحوافز السلبية هما اللي يخلوا المرأة تولد عندها السلطة، لأنها علاش تشعر بالنقص حيال المال. لذلك تلقايها تدير كلش باش تحقق حرية مادية وحرية مالية، باش تخلي روحها نقولوا حنايا باش ما تتعفسش من طرف الرجل. ولكن الاستقلال لما يكون استقلال سلبي وصحي للعقل المرأة والنفسية المرأة ولحياة المرأة، لأنه المال على بالنا باللي فوائد تاعو كبيرة، وما كاش إنسان ما يحبش المال، وخاصة المرأة لأنها عندها بزاف أحلام وعندها بزاف طموح. والمرأة كي نهضروا عليها ما تشوفش روحها، تشوف هي وتشوف ولادها وتشوف راجلها وتشوف دارها، نقدر نقولوا تشوف كامل المجتمع. لذلك إذا كان العوامل والحوافز اللي يخلوها تكون امرأة طموحة وامرأة ذات شخصية قوية، تلقايها تشوف باللي هي من الطبيعي جدا أنها يكون عندها أن بيزنس، وتستاهل وتستحق الاستقلالية المادية.
في لي ريزو سوسيو تاني نروح لإناس دائما يقولوا لنا ايه انتوما صبتوا كلش واجد وما على بالهمش باللي احنا كي بدينا اول خطوه نحو الاستقلاليه الماديه اللي حبيناها سواء في نابور دومين. انا مثلا بديت التليفون حطيته فوق فاردوما ثم ماشي المعيق ما ديريش في بالك ما عندكش بيدجي تبداي بيه ولا ما عندكش الامكانيه دوكا معناتها خلاص. واش تقولي على كل وحده حبت تبدا منين تبدا وكيفاش تبدا؟ اعطي لهم من خبرتك. بقى فرانشمان كيما نقول فو كومونسي افيك لي مويان دو بور كيما نقولوا. وكنت نحكي لكم جوستمون كيفاش بديت انايا. سي فري كي نشوفوا لي فيديو تاعي اليوم ولا تاعك ساره اون ديغي كو بدينا دون ان ستوديو درهم طاحو من السما نو بارون قالوا لنا هاكو كاميرا الوغ كو با دو تو. وقلت لكم كيفاش بديت افيك دي زيكليراج فريمون كانسيريجين تاع ماكسيتي موفي ماشي كاع بور يوتيوب. بديت افيك ان تيليفون اللي ربحتو ما شريتوش دونك mais بديت من زيرو صح من زيرو اي لي جون يقول لك ils ont l'impression qu'on خرطو pour les motiver mais صح بدينا من زيرو et ce qui est le plus important c'est vrai que l'istiqlal ya madia et tout c'est important c'est une sécurité etc mais واش كاين في الراس ça c'est beaucoup plus important انا pour moi واش كاين في الراس هذيك la matière grise تاعنا اللي pour moi نقدروا نكونفيرتيوها en un projet voilà les moyens pour moi c'est secondaire voilà بالنسبه لكم سيداتي لماذا لا يحب أو بالأحرى يخاف بعض الرجال من الارتباط بامرأة مستقلة مادياً؟ إجمالاً نشوف النساء المستقلات الماديات ممكن عندهم صعوبة في أنهم يكون عندهم علاقات وأنه حتى الزواج ممكن يدوم لأن استقلال المرأة ممكن يسبب في مشاكل زوجية. يلا تفضلوا الاثنين. Moi je pense qu'une femme indépendante علاش تخلع راجل mais pas n'importe quel راجل. Un راجل اللي يحب يتحكم في هذيك المرأة ça lui fait peur parce que ما تحقوش ويحب يحكمها من يدي توجع. C'est grâce à moi que t'es logé, c'est grâce à moi que t'es clé, c'est grâce à moi que t'es chimé l'hua. Alors que s'il voit une femme اللي elle n'a pas besoin de lui pour rien, عندها طنوبيل, عندها un projet, عندها دراهم, ça fait peur. Parce que si tu la traites mal, tu te dis ou tu mais le cas de figure et le schéma le plus courant malheureusement fait d'ailleurs, c'est la femme qui c'est la question. Alors que donc ou à la belle donc il exerce ça c'est quelque chose de très pervers et c'est pas normal. Elle est bien qu'on mette chez Gerdjel. C'est Gerdjel qui exactement. Ou ouais, il profite de ça parce qu'il sait que Winakaraha si tu m'as pas. Voilà, maintenant je laisse la vraie experte. Hana, شوفي بالنسبه للرجل كما قلتي ما نقدروش نعمموا على انه العقليه تاع الرجال كامله راهم يشوفوا النساء هكذا. بالعكس كاين رجال اللي واصلين لمستوى مادي معين يحوس المراه اللي تزيد كي تجيه يتزوج بها تزيد له ماشي تنقص منه ماشي تعاود ترجعوا للور. بالعكس لانه علاش هذا رؤيه تاعو للحياه ورؤيه تاعو للمال وللبيزنس مختلفه عن باقي الرجال. تلقاي باللي الميول تاعو ولا الاهتمام تاعو بالمراه اللي تكون مثقفه واعيه وقاريه. ودوكا رانا نشوفوا كامل الرجال راهم يحوسوا على وحده قاريه باسكو يخمم على المستقبل تاع ولادو بالنسبه للدراسه يخمم على المستوى المعيشي كيفاش راح يكون. دوكا كي نروحوا للفئه اللي يحوسوا على المراه اللي تكون اقل منهم هنا نلقاو باللي عندهم مشاكل نفسيه. هو كي ما قدرش يفرض نفسه في المجتمع ويفرض هويته تلقاه دائما يتخبى مر المراه باش هو كي يعفسها يغذي الرجوله تاعو. وهنا المشكل يقدر يكون ان كومبلكس يقدر يكون ان تروبل تقدر تكون كومبليتوم باثولوجي يقدر يكون مرض نفسي هو اللي يخلي هذا الرجل المراه تدخل من بين مخططاته يعني يستعملها ويستغلها باش يغذي الجانب المرضي اللي راهو عنده. وهذه الحاجه مالوغوزمون كرانا نشوفوها دوكا بزاف. مي تانيت ما ننساوش باللي عندنا جانب عندنا فئه معينه من النساء يشوفوا باللي المال هو قوه وهذا الشيء انا بالنسبه لي خطا كاخصائيه نفسانيه. انت قويه اللي صنعتي المال ماشي المال اللي رجعك امراه قويه. اذا كان العقليه هذه تاع المراه راهي تشوف باللي المال هو اللي راح يعطي لها المكانه راح تلقى راجل اللي حتى ويكونوا عندهم نفس المكانه حتكون كاينه ان كونكورونس ومعك تولي ماكيش عايشه مع شريك حياه حتولي تعيشي مع انسان اللي شكون راح يلحق الاول شكون اللي راح يطيح يولي المنافس تاعك. وبهذه الطريقه ما تقدريش تبني ما يقدرش يكون ان كوبل ايكيليبري ما يقدر واش يعطيو تربيه صحيه لولادهم. سي بور سا لي انا توجور نقول حتى ويا لو كانت تكون المراه مستقله ماديا لازم تكون عندها حكمه باش هي عرفت تستغل مهاراتها وتحولهم الى مشروع يقدر يدخل لها المال. هنا عقليتها تخليها تقول انا اوكي انا عندي دراهم اسكو الراجل اللي راني رايحه نتزوج به نخيره من بين الشروط انه يكون مستقل ماديا كما انا. لانه
الاستقلال المادي ماشي كلش، عندنا 9 جوانب من الحياة، يعني الجانب المادي هو جزء من جوانب واحدة أخرى. نروح نحوسوا على الجانب المادي فقط ونتغاضى على الجوانب الأخرى، نلقاو أن ديزيكيليبغ في لو كوبل، ونلقاو المرأة تعاني والرجل يعاني ونوليو في خلوطة كبيرة. أهم حاجة وأحسن حاجة هو أنه المرأة كي تختار الرجل تاعها حتى وتكون مستواها المادي يعني أكثر من باباها، نقولوا ماشي حتى أكثر من الرجل اللي راهي متزوجة به، لازم تكون حكيمة كيما عرفت تدير دراهم، تعرف وتكون ذكية جدا في علاقتها مع الزوج تاعها، وتشوف واش ما عندوش هي تكومبونسيه وهو واش ما عندهاش هو يكومبونسيه، هنا باش يكون صح كاين توازن فيما بيناتهم. انا في منظوري انه الرجل يكمل المراه والمراه تكمل الرجل، يعني هما الاثنين، لكن في الوقت اللي ولينا فيه ولا الرجل وكانه ما يتزوج بمراه الا اذا كان عندها دراهم، وكانهم ولاو يحوسوا على اللي عندها الدراهم باش يحقق هو الاستقرار المادي تاعو. لازم تكون بدارها مدى به، تكون بدارها وتكون بطونوبيلتها وتكون بلابي تاعها وتكون فيها كامل وخدامه، بصح تقعد في الدار شغل نص، ما لازمش برا شغل، عندها دراهم بصح في الدار عندها فيتا بيترول تحت الدار. فهنا خليني نقول كاين ربما نساء، انا ما نقولش ما يخموش مليح ولا ربما تطيح في هذا الفخ اللي يوقع فيه الرجل، تقول معليش انا بالك فاتني لاج، معليش خلاص درت دراهم ودرت، معليش بالك ماش طامع فيا، معليش نرفدو، ومن بعد كي يتزوجوا يوقعوا مشاكل كبار، يوقعوا فيهم راهو طامع فيا، طمع لي في داري، طمع في كذا، وتخلص هذه العلاقه بالزواج. هل هنا نحكموا على المراه هي اللي ربما ما عرفتش تخمم، ولا اسكو الراجل هو عنده نقص يحب الاستقرار؟ فهميني في هذا. شوفي كما قلتي احنا ما نطيحوش على الرجال، وما راناش نحوسوا لما نمدوا الحق باش نحققوا نتيجه معينه. هنا اهم حاجه رانا نحوسوا نحققوا التوازن، لانه المراه كما يقولوا اذا صلحت المراه صلح المجتمع. يعني التفكير والحكمه والذكاء كما نقول لهم انا، الا ما خلصتش بالطلاق تخلص بلا طونسيون بالموفيسون. لا لا بعد ما تبداش. انا عندي سؤال لإناس نايلي. اكيد سهيله راح نعطيك الوقت، فقط حبيت ناخذ راي الشارع الجزائري، وراح بعدها مباشره نشوفوا سؤال سهيله، لان سهيله راهي داخله لهذا المجال بحماس. راه يلا نروح نشوفوا راي الشارع الجزائري في موضوع اليوم، نعاود نقول الاستقلال المادي للمرأة موضوع اختلفت حوله الآراء، خاصة في زمن أصبحت فيه النساء تفضل الاعتماد على أنفسها من الناحية المادية. المرأة اللي تخدم مرأة يعني سدير دون برومي طون، سي اون فام انديبوندونت، و سي اون فام كيما يقول لك غدوة رجلها ما رايحش كيما يقول لك يطيشها، ولا باسكو مدخول عندها مدخول. Tant mieux pour elles, oui, c'est bien, elles peuvent se permettre tout ce qu'elles veulent, elles sont plus indépendantes. Je suis avec la liberté de la femme dans ce qui concerne l'économie. Oui, la femme qui a l'entrée, comme on dit, une ressource financière, c'est une femme, comme on dit, une garantie demain pour les enfants, une garantie pour l'éducation, une garantie pour tout le monde. Je suis avec elle, وتعاون تخدم نفسها وتخدم بيتها وتخدم أولادها. من جهة أخرى الكثير يعتبر أنه ما نقدروش نتكلموا عن استقلال مادي خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات. لا فام انديبوندونت فينانسيارما في هذا الوقت، لا فام تخدم على الراجل تخدم على أولادها، دونك انديبوندونت فينانسيارما ما على باليش، وماشي مليحة كيكون الزوج يحب كيما يقول يكوش عليها، هذه ماشي مليحه. Elle a son propre revenu, mais le problème est-ce que ce propre revenu elle le garde que pour elle. Une femme mariée actuellement, c'est triste à dire, une femme mariée actuellement دراهمها يروح على الراجل. النساء متزوجات هما اللي عندهم مشكل، اكي تعرفي حنايا الراجل شويه يطمع في المراه من هذا الجانب، بالك في الاول ما يبين لهاش، من بالك من بعد كاين نساء توصلوا حتى للطلاق من اجل هذا الشيء هذايا. ساجيغ نو سولمون تخدم مسكينه، تخدم برا، تخدم في الدار، ودراهمها ما يبقاولهاش بوغ لا فام ماريي. المرأة المستقلة ماديا قدرت تفرض روحها في مجتمع لا يزال يربط استقلاليتها المادية بالحرية.
كان هذا هو رأي الشارع الجزائري في موضوع اليوم، لكن الآراء تختلف أكيد من امرأة إلى أخرى، وشغل ماشي أول حلقة نطيحوا على الراجل. فوالا. وهذا الشيء اللي راني حابة نسأله على الأخت إيناس. إيناس، هل تعتبري نفسك امرأة مستقرة ماديا؟ أوكي، أكيد الوحدة لما تستقر الكل راح يصير يرمي في مسؤولياته عليها. وش هي أكثر مسؤوليات واجهتيها لما بديتي تستقري ماديا؟ مواجهة بروفيشنالمون ولا بيرسونالمون ولا شخصيا، على الصعيد الشخصي، على الصعيد أصعدة كل يعني. بقى فرانشمون يا بلوس دو تروك بوزيتيف، كان ايجابيات اكثر من سلبيات. كما قالت في لو فيتير ايزون دي سي اون ليبرتي، انت قلتي شويه سي با ترو اون ليبرتي. انا جو تروف كو الاستقرار المادي سي لا ليبرتي دو شوازير سو كون سوبورت. فهمتي؟ جو بارل سورتو الامراه كما قالوا للزوجات، سو سي لا ليبرتي دو بوفوار دير نو، لا ليبرتي دو بوفوار بارتير، لا ليبرتي دو سي مشكل لي. انا جو تروف كو لارجون سي اون سيكوريتي سي با رابور على سي با اون غرو سوم، سي عقليه. انت كيفاش تخدمي باش تجيبي الدراهم؟ دونك سولو كي فان بروجي سادير كو مستقل ماديا، ولي ما داش بروجي حر ماديا ماليا. جو سوي انديبوندون. مستقل سي انديبوندون، مستقل سي اوتونوم. اوتونوم انديبوندون، فوالا. وهذا هو اللي حبيت نعرفه. ايناس مستقله ولا حره؟ تسمع تاع صح مانيش مشتاقه لها مازال كي تخدمي عليها. يلا يلا كيما قلت لكم احنا دائما ولا الفكره الجديده ساره اللي دخلناها في هذه الخطره انه نديروا صبر اراء وعلى الصفحه الرسميه لقناه الشروق على الفيسبوك وعلى الانستغرام، نشوفوا النتائج كيفاش كانت الاجابه تاعهم. دوك راح يعطينا المخرج. يلا، الاستقلال المادي للمراه على الانستغرام كان 18% ضد انه المراه تكون مستقله، و60% كانوا مع فكره انها المرأة تكون مستقلة. أما على الفيسبوك كان 27% لا، و 51% نعم مع استقلالية المرأة. يلا علقي لي شوية على هذا. الناس اللي ضد الاستقلال المادي نقول عليهم خوافين، يخافوا من المرأة، يخافوا من الامرأة اللي تكون ذكية وعرفت تدير دراهم وعرفت تعيش حياتها كما لازم الحال. أما الناس اللي راهم معها هما ناس متفتحين وناس طموحين وناس يعرفوا باللي كل حاجة تجي بالسعي والاجتهاد وتحقيق. والمرأة تشوفي باللي المرأة عندها الحق تكون مستقلة. شو مش تقول لا جالوزي لو كانت غير من وحدة اللي هي اللي انديبوندونس بار نطوك لابيل فامي. شوف سي لا جالوزي شغل تما وليدي ما يقدرش يمشيها كما انا نشوف انه المشكلة في الأساسيات من الصغر. مش عارفة إذا تتذكروا والمشاهد الكريم يتذكر في أول حصة أخذناها في القراءة في كتاب القراءة أول صفحة كانت فيها رسم بابا في العمل، ماما في المطبخ. هذو هما الأفكار اللي نرسخها في أذهان الصغار. حبيت نسألك أستاذة ولا أكيد إيناس، لو كان وش هي الطريقة اللي ممكن الجمهور والنساء اللي يتفرجوا فينا الأمهات يعلموا بها بناتهم من الصغر باش يعودوهم يعلموا اولادهم وبناتهم، لانه موضوع اليوم النساء المستقلات ماديا، كيفاش نعودوهم من الصغر على الاستقلال ماديا؟ يعني هل في تمارين، هل في امور يعني تعودها عليهم؟ كاين كلام، كاين محادثه. ما نعلمولهمش انهم يصنفوا باللي غير بابا اللي يجيب الدراهم. بابا تجيب دراهم وماما ثاني تقدر تجيب دراهم. منين تجيبي دراهم كي ما تخرجيش تخدمي بابا هو اللي يعطيني. لازم يتعلموا باللي يشوفوا كاينين دراهم عند لا ماما، ويشوفوا باللي دراهم كاينين راهم عند لا ماما، عند لو بابا باردون. بهذه الطريقه راح يشوفوا باللي المال ما راهوش غير مصنف غير الراجل اللي يجيبه. حتى ويكون الراجل هو اللي يروح للخدمه ويجيب دراهمه كامل، والمراه قاعده في الدار، المراه لازم تكون عندها شهريه تاعها باش تلبي احتياجاتها وتصرف على ولادها كي تحب وتشري لروحها. هنا لونفون يخرج ايكيليبغي، حتى ويمه ماشي هي اللي تخرج تجيب دراهم بمجهودها ولا عندها مهنه معينه، بصح الاب نورمالمون من الدور تاعو
يمد يعني الزوج عفوا يمد للزوجه ديالو باش ما يكونش خلل عند الاطفال، باش الطفله ما تكبرش بالفكره تاع انه انا نقرا باش نقعد في الدار، نتزوج ونقعد في الدار وراجل يكبر يخدم باش هو يتحكم ولا المسؤوليه تكون عليه. في الوقت الحالي المسؤوليه تسقط على الرجل كما تسقط على المراه. شكرا لكم، شكرا على قبول الدعوه. زميلتي على بالكم باللي كاين فقره اللي اسمها هن التحدي، كاين نساء ربما باستقلالهم المادي تحداوا ولو نساء ناجحات، وكاين اللي من العدم وتحداوا وتخطاوا الصعوبات والعراقيل وكونوا روحهم ولو ناجحات. فقره هن التحدي هي فقره جديده انضمت الى البرنامج، نستضيف فيها النساء الناجحات في كل وحده في المجال تاعها. يلا بعد الفاصل نتعرفوا شكون هي ضيفتنا نهار اليوم. شكرا لكم، شكرا على قبول الدعوه. زميلتي على بالكم باللي كاين فقره اللي اسمها هن التحدي، كاين نساء ربما باستقلالهم المادي تحداوا ولو نساء ناجحات، وكاين اللي من العدم وتحداوا وتخطاوا الصعوبات والعراقيل وكونوا روحهم ولو ناجحات. فقره هن التحدي هي فقره جديده انضمت الى البرنامج، نستضيف فيها النساء الناجحات في كل وحده في المجال تاعها. يلا بعد الفاصل نتعرف وشكون هي ضيفتنا نهار اليوم. ضيفتنا اليوم درست في مجال العلوم الطبيعية والطب، تخلات عن دراستها وقررت إنها تفتح مشروع صناعة مواد التنظيف الطبيعية من النباتات والأزهار. هن التحدي، واليوم شاهيناز بن خيرة راح تحكي قصة سر نجاح مشروعها في برنامج جلسة ونساء. يلا بعد ما شفنا هذا التقرير كنت عرفتكم على فقرة هن التحدي، هذه الفقرة جديدة اللي انضمت إلى البرنامج، أول عدد وأول حلقة للموسم الثاني من برنامج جلسة ونساء. ضيفتنا اليوم شرفتنا شاهيناز، مرحبا بك عندنا في جلسة ونساء في أول عدد. شكرا، مرحبا بك وشكرا على حسن الاستضافه. شكرا حبيبتي. يلا شاهيناز، احنا قلنا هذه الفقره هي هن التحدي. شاهيناز نقولوا المجال اللي راكي تعملي فيه خاصه بعد ما شفنا هذا التقرير، ربما نقولوا شابه كيما انت يا صغيره شوي باه هكذا، شغل ما نشوفهاش انا في مواد التنظيف ولا ما على باليش، يعني شغل ما تلقيتهاش انا من قبل حقيقه. يعني خليني نقول لك عرفي المشاهد هكذا عليك بطريقه هكذا مختصره، وقولي لي كيفاش خيرتي هذا المجال. نعم، اولا نبدا نعرف نفسي، انا بن خيره شاهيناز صاحبه مشروع صناعه مواد تنظيف طبيعيه. بديت في هذا المجال كي كنت كون جيتي على لونيفرسيتي، جاتني الفكره اني نكري اون انتربريز سبيسياليزي دون لا فابريكاسيون دي ديتيرجون مواد تنظيف طبيعيه، وكنت انا الاولى جزائر في او نيفو ناسيونال اي او نيفو افريكا اللي جاتني الفكره، واني كريت مشروع متخصص في صناعه المواد التنظيف الطبيعيه بحكم تخصصي اني متخصصه في العلوم الطبيعيه. دونك حبيت نكري شيء للمراه يفيد المراه خاصه، احنا على بالنا باللي المواد التنظيف كلها بمواد كيميائيه وهي مضره جدا للصحه لصحه المراه، دونك حبيت نلقى حل والحمد لله لقيت حل. وجي ديفلوبي اون فورمولاسيون تاع ان برودوي ديتيرجون ملتي اوزاج ناتورال ا باز دو بلانت. انا حبيت نعرف برك واش هي الحاجه اللي خلاتك، يعني التخصص تاعك مجال واسع وكبير، كنت قادره تشتغلي في امور عديده، علاش خيرتي هذا الشغل بالذات؟ انا لحد الان مازالني باحثه علميه، كي كنت ندير البحث العلمي تاعي كنت نخدم على سرطان الجلد والحساسيات، ولقيت باللي لو فاكتور برينسيبال ديكلونشون دي كانسير دو لا بو اي دي اليرجي سي تي لي برودوي شيميك. كامرأة الحاجة اللي نستعملوها بزاف هي مواد التنظيف، ومواد التنظيف اللي اون ليزون اللي غولاسيون ديريكت مع المرأة. دونك حبيت نكري اون سوليوشن ونلقى حل للمشكل، والحمد لله ربي وفقني وعلى بها مسيو سبيسياليزي في هذا لو دومين. يعني تقدري تقولي هذه هي الميزة تاع البرودوي تاعك. هذه هي الميزة تاع البرودوي فوالا.
شاهيناز، احكي لي شويه على التحديات اللي واجهوك كي بديتي المشروع. كل مشروع اكيد تعرفي هذه ما كاش، هذه ناقصه ماتيغ بروميير اكسيتيرا. احكي لي على كل التحديات اللي واجهتيهم وكيفاش قدرتي تستمري في مشروعك. نعم، اول شيء تحديت نفسي لانه كنت صغيره جدا، كان عندي 22 سنه ربما كي بديت البحث على كيفاش نكري مشروع، ولكن الحمد لله الدوله الجزائريه كانت كاينه، وكان كاين بون انكادرمون كسوا من لونيفرسيتي كسوا من لي ادمنستراسيون كسوا من لي مينيستير. وين تروحي الحمد لله لقينا تاطير، لقينا مساعده، وعليها اللي سهلت لي الامور بزاف. والتحديات وصعوبات كاينين في كل المجالات، في مجال الاعلام، في مجال في كل المجالات كاين تحديات. الواحد لازم يتغلب على تحديات بيكون قد المسؤوليه وقد الطموح نتاعو. جهنز، وشو ما المواد الطبيعيه اللي استعملتيها باش تعملي بها هذا المنتوج، ويعني في خطه التسويق تاعك؟ لانه المنتوج تاعك الان في السوق الجزائري وان شاء الله راح تصدريه برا ان شاء الله. كيفاش راكي ناويه تنافسي شركات كبيره؟ اولا المشروع نتاعي كان اول مشروع في الجزائر واول مشروع افريقيا، لانه مواد تنظيف طبيعيه كاينه اون اوروب، مي ما كانش مواد تنظيف طبيعيه ا باز دو بلانت. انا سي لا فالور اجوتي دو مون برودوي. كيل بلانت؟ واش من نباتات؟ لو بلانت عندنا لو رومارين، لو لا لافاند، ميم ا باز كاين دي روز كوم لو جيرانيوم روزا. دونك بليزيور ابارامون اكطوالمون جي كومونسي افيك لو 3 سي 3 بلانت، مي ان شاء الله من بعد جو في راجوتي دوتر بلانت. وبالنسبه للتصدير، التصدير كانت مساعده من دوله تانية، هم يساعدوا المؤسسات الصغيره بتصدير لي برودوي نتاعهم، وانا كانت لي الفرصه ان شاء الله اني باش نقوم نبدا تصدير للخارج ان شاء الله. ان شاء الله. الناس كل واحد فينا يبدا صغير لكن عنده هدف، وعنده يعني عنده هدف وراه رايح يلحق. واش راكي تشوفي في روحك، ولا وراك تشوفي في روحك؟ انا نشوف روحي اني تولي لونتربريز تاعي لونتربريز انترناسيونال. ان شاء الله نقدر نخترق جميع الاسواق كسوا الاوروبيه الافريقيه الامريكيه، وعلاش لا؟ ان شاء الله. وان شاء الله نقدر نعاون، لو بوت نتاعي سي نقدر نعاون دي زونتربريز ولا دي جون ا كري لو اونتربريز كيما انا لقيت اللي يعاونوني ان شاء الله. انا حبيت نعرف فقط، هو شعور الاكتفاء بالذات، هل هذا غير في شخصيه شاهيناز، ولا مازالها شاهيناز اللي تطمح و... كل واحد وكيفاش يشوف روحه. انا الاكتفاء الذاتي نتاعي حققته صغيره جدا، لان قبل ما نبدا لونتربريز وقبل ما نبدا هاد جي توجور تكلت على روحي في كل المجالات، وهذا الشيء عاونني بزاف. وطبعا الاكتفاء الذاتي شيء جميل جدا خاصه للمراه، لان المراه في مجتمعنا elle dépend des gens toujours، elle dépend de ses parents وبعد تولي elle dépend de son mari. بصح المراه كي يكون عندها طموح، سواء كانت متعلمه ولا ماشي متعلمه، دروك الامكانيات كاينين وكابابل من شيء صغير تديري شيء كبير جدا. والواحد لازم يكون عنده طموح في الدنيا، لان كسوا مراه او رجل اللي لما كاش عندها طموح ما تقدرش تلحق لوين المراتب عاليه. اليوم كان هذا هو موضوعنا تقريبا على الاستقلال المادي للمرأة. سرقة أفكار. نربطك معه. مادام أنت شابة ومستقلة ماديا الحمد لله وانديفوندونت وكل حاجة، واش تقولي لهاد النساء كامل اللي راهم حابين يقولوا كيما انت، ولا يشوفوك يقولوا شوفوا ما شاء الله وين لحقت واش دارت، تكوني ايدول بالنسبة ليهم؟ دونك ان شاء الله يولوا خير مني، ماشي غير كيما انا، هذا الشيء نتمناه للمراه الجزائريه والمراه اون جينيرال. الواحد لازم يكون عنده طموح، ولازم مليح الواحد يقنع، القناعه كنز لا يفنى، ولكن الواحد لازم يكون عنده طموح، وخاصه المراه لازم تشوف روحها توجور الفوق. كي تشوفي يكون عندك ان بوت عالي وتسي اشاك فوا تلحقيه، وتتحدي الصعوبات وتتحدي نفسك وتتحدي المجتمع وتتحدي جميع الصعوبات اللي يجوك في الطريق تلحقي وراكي حابه، لا بيرسيفيرونس، ولازم الطموح كي يكون عالي. والواحد لازم يتكل على ربي سبحانه، لان القرب من الله يلحقك بزاف امور انت بالك ما تخيلتيش تلحقيهم. انت درستي علوم طبيعيه. نعم. بيولوجي، ودرستي ايضا طب. نعم. درستي 5 سنين وتوقفتي، يعني ما بقالكش بزاف باش ثاني تكوني طبيبه وتزيديها في حقبه النجاحات تاعك. هل ناويه انك ترجعي للطب باش تكفي المشوار؟
نعم dans c'est dans mes projets mais دوكا je me base sur l'entreprise j'essaie اني حابه نكبر شركه لان ما نقدرش باش تقني حاجه لازم ديريها غير هي ما ديريش بزاف عفايس دونك جو لا جو سوي ان تران دو ديفلوبي لونتربريز ومن بعد ان شاء الله مازال ان شاء الله الوقت ونكمل طب ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله شكرا يلا عندكم اضافات اخرى انا حبيت نسالها على المنتوجات وش هو اكثر منتوج يعني اللي راكي ميزة عليه اكثر منتوج اللي تلقى صدى كبير وين بون كوميرسياليزاسيون كان كاين اون دوموند سور لو مارشي هو ان ملتي اوزاج ان برودوي ديتيرجون ملتي اوزاج تقدري تستعمليه لتنظيف الملابس لتنظيف الاواني لتنظيف الاراضي جوغ تستعمليه لكل استعمالات مع افيك ان بري سيمبوليك شو سي ان بري تري تري سي ان تري تري بون بري كومبيتيتيف بارابور اوز اوتر كونكورون وين نلقاوهم المنتوجات تاعك حاليا راهم متواجدين في تلمسان برك ولكن ان شاء الله دوك ان شاء الله يكونوا ديسپونيبل في كاع الجزائر ونخدم وكاع عندنا خدمات التوصيل صافي نقدروا نوصلوا لجميع الولايات ان شاء الله ان شاء الله برافو عليك الله يحفظك ميرسي سي جونت يلا ربما شيناز كلمة أخيرة ولا ميساج توصليه اليوم للنساء ولا اللي تقول لك أنا ما نقدرش ولا أنا هذه لا مشي تاع هذه الخدمة مشي تاع نساء تاع رجال لا بريفير باسكو حنا في الوقت اللي رانا فيه ولا نشوفوا معظم الطلبة أمنيتهم أنهم يدرسوا طب ويكملوا في الطب وأنت تخليتي عليه ورحتي لهذا المجال اللي نتمنى لك فيه كل النجاح لأنه فكرة مدام امرأة تخمم في امرأة باش ما يكونش عندها سرطان الجلد وما يكونش عندها امراض من لي برودوي هادو ثاني شيء جميل ربما شنو هي الرساله اللي توجهيها خاصه للنساء ولا خليني نقول نساء ناجحات في العمر ديالك رساله نحب نوجهها لجميع النساء والطلبه يفوق كرويونس والواحد لازم يامن في قدراته ويامن انه كاين رب كريم يقدر يعاونك تلحقي الاماكن كما قلتها جامي تخيلتيها سيتادير الواحد لازم يامن بروحه ويامن في لي كاباسيتي تاعو ويكون عنده يقين ويخدم ويسعى لانه كل الانسان ما يسعىش ويكون عنده طموح ما يقدرش يلحق لو ميساج سي كرويي ان فو سورتو لي فام فو ات كابابل دو لفير المراه كائن عظيم تولد وتربي وتخدم وتنجح وتقدر تلحق الاعلى المراتب وخير دليل نتوما اللي راكم هنا يعطيك الصحة أكيد بوجودك أنت وكلماتك جميلة جدا أنت جميلة وكلامك جميل رسالتك جميلة وروحك جميلة أكيد تبارك الله عليك كما قالت زميلتي هناء أنتم مشاهدينا الكرام راكم هكذا ديكوفريو معنا وشو هما الفقرات اللي نضافوا أو دخلوا جديد معنا في الموسم الثاني نروحوا نشوفوا كلمة اليوم وش تقول لكن بعد هذا الفاصل تقدر تبدل حياتك مع حياة إنسان مشهور شكون هو الإنسان اللي تخيره؟ يا أخوي أنا ما نقدر نخير حتى إنسان في بلاصة نفسي باسكو ما نقدر نمثل حتى شخصية تاع بنادم إلا مثلت شخصية تاع بنادم صافي أنا ما عنديش إنسانية وما عنديش شخصية وما عنديش كيما نقولوا حنايا قيمة نفسية أنا نخير جورج واسوف باسكو علاش عايش شغل حياة تاع الملاكاء راك فاهمني يغني قدايا راك تعرف قدا في جيف طريق بصح يا خو ارتيست بزاف كبير نيمار يا علاش اي ما شغل حطها بليزيدي شغل جاكي معناك فاهم مام كي تقولها طيح عليك جي عليك وما دابين اي واحد ما دابيش ماشى تاع واحد مشهور وقدايا رجل الغابة علاش رجل الغابة رجل الغابة باسكو راه وخاط الناس ممكن حتى واحد يديرونجيه يحوس ياكل يروح يصايد يحوس ماشين كلش نروح يعني عندك لا جورني تاعك تقضيها ما حيت انسان مشهور فور اكزومبل كريستيانو يا اخو رونالدو باسكو يا اخو عايش حياه رفاهيه فاهم درام كاين كلش كاين ما يعيا ما يجري 90 دقيقه يا اخو عنده بالك كش دي مليار ولا فاهم ولا 20 مليار يا
يلا عاود نرجعنا لكم وانا نجاوب على سؤال اذا خيروني باش نعيش حياه واحد مشهور انا بكل تواضع نقول نعيش حياتي لاني نحبها ونحب كل حاجه مليحه وماشي مليحه فيها لاني انا خيرتها وكنت قانعه فيها في اختياري وبكل تواضع نعيش حياتي لاني انا مشهوره علاش نروح مشهور واحد اخر تفضل اكيد انا لو كان يخيروني فنان مشهور ليزا بلاك بينك او يا نحبها بزاف شخصيتها هكا كاركتير تاعها لبسها غناها كل شيء يعني هي في نفس المجال تاعي فنحس روحي قريبه منها هكا كشخصيه سو ليزا اي لاف يو سو ماتش شوفي نخليها هنا خاطر انا تحب نخليها هنا لا فازي باسكو هي تحب شغل هكا تهدا لا لا انت خذي راحتك انا معنا جوابي بسيط شوفي انا ماشي فنان كاين كاتبه جزائريه انا نشوف روحي فيها ونحبها بزاف من فتره المراهقه الى غير ذلك هي احلام مستغانمي ديجا لي نوجه لها تحيه كبيره هذيك الانسانه ومسيرتها وكتاباتها يد عقلي سخت نهار قالت الذين قالوا ان الجبال لا تلتقي اخطاوا الجبال تلتقي في الهزات الارضيه الكبرى والى غير ذلك يعني من اروع ما كتبت وما قالت مسيرتها لا لا لا. أنا أكيد بيان سور نوجه لها تحية سيدة أحلام مستغانمي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع أكيد أنه يعني مفضل نختار حياتي اختار حياتي اختارها لي ربي سبحانه لأنه هو أدرى بكل ما يليق بنا أكيد وأكيد اخترنا الحاجة اللي نقدروا نتحملوها واللي هو شايفها الحمد لله على كل شيء أكيد الحمد لله دائما على كل شيء يلا كاين فقرة واحدة أخرى وهي آخر فقرة في الحلقات أو الأعداد اللي دائما راح نشوفوها هي نون وفنون نون وفنون هي فقرة كما قلت لكم انضمت إلى البرنامج راح يكون فيها فنانة أو فنان كل خطراوين واليوم روحوا نتعرفوا من هي ضيفتنا في نون وفنون بعد هذا الفاصل ضيفتنا اليوم صاحبة القلب الطيب فنانة متصالحة مع نفسها بدايتها كانت على المسرح وكي وصلت لسن 15 التحقت بالمدرسة القرطبية بالأندلس درست بالمعهد العالي للفنون عندها شهادة ليسانس في الدراما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والدرامية وحتى السينمائية الفنانة منيرة فيسا المشاركة في عدة أدوار وآخر أدوارها كانت بمسلسل رد قلبي ويوما ما بالدراما السورية بالآخر كل واحد لازم يتحمل نتيجة أخطاءه يعني إذا اقتضى الأمر بنجيبوا أطباء من فرنسا واليوم راح تكون ضيفة معنا في برنامج الجلسة ونسى أكيد كلكم تعرفتوا على الفنانة اللي تحبوها كامل أنا خلوني نقول عليها فنانة شابة دارت الليغول تاعها أو الأدوار تاعها كلهم ونجحت فيهم شفناها في الدراما الجزائرية وشفناها كذلك في عمل مشترك وشفناها في العديد من الأعمال خلوني نرحب بضيفتي منيرة وش رأيك؟ لا بس الحمد لله ميرسي بول انفيتاسيون حبيبتي شرفتينا ربي يعيشك ربي يخليكم هكا عيانة شويه معليش رايحين اكيد نقضوا وقت مليح اكيد عندك غياب ربما على جمهورك اللي اشتاق ليك ربما في هذه الفتره الصغيره عاودتي طليتي عليهم من خلال برنامج جلسه ونسى نقول منيره كما قلت شاركتي في العديد من الاعمال وكاين اللي عرضت على قناه الشروق منيرة وراهي تشوف روحها الان بعد ما شفتي هذاك التقرير شتي كنتي تشوفي فيه هكذا وشغل تسمعي وش فيه وراهي تشوف روحها ولا وين تحط المرتبه اللي هي فيها منيرة اليوم
شوفي نتكلم على اسم منيرة كفنانة، ما نشوفش روحي في، ما نحبش نحط روحي في المراتب، لأنه الفن كل بحر عمره ما نقوله، كل ما تعلمي تقولي ما زال ما تعلمتش، يعني ما نحبش نحط روحي في المراتب. منيرة أهلا وسهلا بك، توحشناك. الله يسلمك. الله يسلمك. منيرة قمت بأعمال أثبتت بها قدراتك التمثيلية داخل وخارج الوطن، وين شفت روحها منيرة قدمت أحسن، أسكو هنا ولا لهي عدنا ولا عدهم؟ شوفي بكل صراحة أنا ما ننكرش لأنه البداية تاعي كانت هنا في الجزائر، يعني درست هنا بالمعهد وكي بديت بدايتي كانت هنا في الجزائر مع مخرجين كبار، مع يعني شاك إكسبيريونس تتعلمي منهم. صحيح. وعملت يعني درت سي في، سيرة ذاتية، هنا كان سي في ثقيل باش لهيك باش تقبلوني، شافوا السي في قبل يعني، وكي رحت لهيك زدت تعلمت حوايج اللي ما نعرفهمش. ويعني هنا قدمت ادوار قويه، وفي المشرق العربي قدمت ادوار، ولكن انا نحب الادوار المركبه الصعبه. طبعا سؤال تاعي لك منيره، كي تدخلي انت في الدور وتتقمصي الشخصيه صح، وكما قاعدين نشوفوا في افلامك اني في مسلسلاتك انه انت دائما تحبي تعيشي الدور بكل حواسه، يعني ممكن حتى شخصيتك انها تتبدل تولي تتركب على الشخصيه اللي جاتك في السيناريو، اسكو تقعدي كما هذوك الممثلين اللي عانوا من بعد ما يخلص المسلسل بفتره من صعوبات انهم يخرجوا من الشخصيه ولا عادي؟ شوفي باش نكون صريحه، على المسرح تغلب عليا الشخصيه باش نخرج منها، باسكو علاش؟ باسكو دو موا ولا تخوا موا انتي سور سيت، صافي خلاص هذيك الشخصيه يلبساتك سي بون، صافي كي تخلص ولا كاي لي سبيكتاك توجور هذيك الشخصيه تبقى فيك. نهضر على المسرح تقعد فيا يعني فتره باش، باسكو بلا ما نفيق بلا نلقى روحي، حتى لو كانت شريره، حتى لو كانت شريره تلوحي هكذا سي با مي فلاتي لي، نو ما نكذبش عليك، ندير الدور كاميرا كوبيرولي السلام عليكم. اي لخاطر بالخف تخلصوا لي منيره نورمال. بكل صراحه منيره التمثيل هو تقمص شخصيات، ماشي للفنان يجسد شغل واقعه في دور، لكن من ذاك لكن صح لازم تامني بالشخصيه هذه. صح من ذاك كاين ادوار نديروهم يحسوا نحسوا باللي يشبهونا، باللي كانت فيهم هيك. منيره ولا جزء من منيره، وشنو هذا الدور اللي حسيتي بلي قريب من منيره؟ شوفي بوتيتخ البيرسوناج تاع اللي لعبت عايله هايتك مع الحاج الاخضر، باسكو انا بكري كنت نلعب مع الاولاد يعني شويه 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 باش وليت انثى. لا لا كلك انثى بارك الله فيك بمعنى الكلمه، ربي يخليك. الوغ كي لعبت هذاك البيرسوناج عجبني الحال باسكو حبيت نروح لهذاك الكوتي. ان شاء الله حبيبتي دائما نشوفك فنانه وناجحه وكما شفناك وكما تعودنا على الادوار اللي تقدميه، وان شاء الله دائما الى احسن. يلا احنا اول عدد من البرنامج المشاهد راه يتعرف على فقرات هذا البرنامج، نضم الى البرنامج فقره الكويز، وهذا الكويز نلعبوه مع الضيف اللي يكون معنا يعني يشاركنا في هذا الكويز، لكن بعد هاد جينك. يلا الكويز اللي هو آخر كما قلت فقرة من البرنامج، فريق الإعداد في كل مرة يحضرنا صورة تكون على الشاشة، صورة راهي مخبية وأنا راح نعطيكم رؤوس أقلام أو ديزانديس وانتوما تقولوا لي من هي الشخصية أو المكان اللي راهو مخبي وراء هاد الصورة. يلا شوف شكون الشاطرة فيكم. منيرة هذه قريبة عليك بالك يدوها لك. يلا هي مغنية وممثلة مصرية ولدت في محافظة أم كلثوم. أم كلثوم. يا 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 يا. قونا خلاص. يلا سيلة طبسي. ثانك يو سو ماتش. نتهالك منى. الدوق. معليش لكن إن شاء الله حتشاركي لا ساهم تغني لنا شي مقطع. ما خلونيش ما بكمل. حبيبتي شكرا لك. معك بالخف والله. ربي يخليك. شكرا لك، شكرا على حضورك، شكرا على تلبيتك الدعوة، نتمنى لك النجاح والنجاح والنجاح. الجميع إن شاء الله. فنانة كبيرة، وجودك إضافة للبرنامج. ربي يخليك. فعلا شكرا لك على وجودك. يلا كلمة أخيرة منيرة. جمهورك. الجمهور نتمنى إنه يا رب خاصة هذه الكورونا
ان شاء الله ربي يرفع ان شاء الله يا ربي تفوت علينا بخير وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله وان شاء الله تتحسن يعني كل الامور اللي راهي كامل ماشي مليح ان شاء الله تولي الاحسن ونتمنى ان كنت خفيفه عليكم والله كنت خفيفه والله كنت خفيفه حبيبتي ربي يخليك شكرا لك وانا نقول لكم يعطيكم الصحه انكم شاركتوني تقديم هذا البرنامج منيره شكرا مره اخرى مشاهدينا الكرام ان شاء الله نكونوا كنا اخفاف عليكم ان شاء الله تكون اول حلقه استفدتوا منها واستفدتوا من برامجها وعفوا مواضيعها وما عليا الا نقول لكم نتلاقاو بكم راح نتلاقاو بكم كل اسبوع مع نفس الفريق اكيد بمواضيع اخرى ضيوف يشرفونا في كل مره وانتم نقول لكم ان شاء الله تبقاو لي على خير يا احلى واغلى جمهور جمهور قناه شروق وجمهور برنامج جلسه ونسه سلام